إن شاء الله خلال يومين سيتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان النتائج والإجراءات التي ترافق ذلك بكل الوسائل التي عهدنا أنه نعلن من خلالها إجراءاتنا للوزارة، سواء كيفية استلام الطلبة للنتائج أو الوسائل التي بإمكانهم الاطلاع عليها أو أي إجراءات أخرى تراها الوزارة إن شاء الله. مع الوزير وعدت مطلع الشهر.